لم تكد تلمس قدماه الأرض، لكنه ينبهر كالكبار بعجائب التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة. جورج خرج من عالم الطفولة مبكراً ليدخل عالماً افتراضياً يتحكم به بلمسة واحدة، يغير بها ألواناً ويبدل أشكالاً. جهاز الآيباد اللوحي الجديد بات نافذة تعليمية وترفيهية لدى الأطفال دون سن الرابعة للتعرف على أبجدية الأشياء والكائنات. إنه يفرح للتجاوب السريع عندما يشاهد تفاعل الجهاز اللوحي بمجرد لمسه للشاشة. صور مسطحة وأخرى بلا طعم ولا رائحة تفقد الطفل متعة العيش في عالم طبيعي ولمس الأشياء على حقيقتها بحسب ما يراه بعض علماء النفس. هذه الأجهزة ستلهي الأطفال عن التعامل مع العالم الخارجي. قد يستطيع الطفل بناء بيت على الآيباد، لكنه قد يعجز عن تركيب مربعات فوق بعضها البعض في الحقيقة. تطبيقات إلكترونية تحرم الطفل خوض تجارب حقيقية في ظل انشغال السمع وانبهار البصر، لكنها تبقى تجارة مزدهرة لشركة التكنولوجيا التي ترى في الجيل الجديد من المستهلكين الصغار نواة لأجيال أكثر حداثة من التطبيقات والإغراءات الإلكترونية. فالعلم في الصغر لم يعد كالنقش على الحجر بعد الآن. سماح السيد، العربية.